أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نقطة إلى السطر. يحل علينا ضيفا في هذه الليلة حزب الأصالة والمعاصرة، الحليف الثاني للتجمع الوطني للأحرار في الأغلبية الحكومية بمعية حزب الاستقلال، وهو اليوم يستعد للدخول في مؤتمره الخامس. أسئلة عديدة تطرح على طاولة النقاش: ماذا تغير في الحزب بين معارضة الأمس وأغلبية اليوم؟ كيف يدخل الحزب غمار المؤتمر الوطني الخامس؟ وماذا أعد لهذه المرحلة؟ كيف تفاعل ويتفاعل الحزب مع مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ وما عن النقاش الداخلي للحزب؟ أسئلة وغيرها سنطرحها للنقاش خلال حلقة اليوم من برنامج نقطة إلى السطر مع السيد سمير قدار، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس ورئيس مجلس جهة مراكش أسفي. أهلا بكم سيد سمير قدار في القناة الأولى. طيب، أعتقد أن الحديث عن حزب الأصالة والمعاصرة سيكون أول محور نبدأ به النقاش في حلقة هذه الليلة من برنامج نقطة إلى السطر. الأصالة والمعاصرة، الحزب مقبل على تنظيم مؤتمره الوطني الخامس، حزب يتقلد 7 حقائب وزارية، يسير 4 جهات في المملكة، انتقل من المعارضة إلى الأغلبية، يثير هذه الأيام نقاشا وطنيا ملحوظا. كيف يعيش حزب الأصالة والمعاصرة مرحلة ما قبل انعقاد المؤتمر؟ أولا شكرا صباح الاستضافة. حزب الأصالة والمعاصرة في وضعية جيدة، كان هيئوا المؤتمر في ظروف جيدة جدا. الآن نحن في المراحل النهائية للترتيبات النهائية لعقد المؤتمر اللي غادي يكون في 9/10/11 بوزنيقة، والعكس ما يروج ليه، سيتم عقد المؤتمر في تاريخي إن شاء الله. وهذا الصباح أنا قبل بنجي الاستوديو قمنا بزيارة المركز بوزنيقة للوقوف على الترتيبات الأخيرة من أجل إعداد المؤتمر اللي غادي يكون في التواريخ اللي قلت، اللي غادي يكون العدد ديال المؤتمرين 3500 مؤتمر، واللي تقريبا جميع الجهات قاموا بانتدابات ديال المؤتمرين اللي غادي يجوا المؤتمر. نعم، طيب رجا، يعني خلينا نقولوا، يعني نتكلموا بصراحة شديدة، رجا في الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة بلاغ ينسب لفئة أو تيار معارض لانعقاد المؤتمر، كيف تقرؤون هذا البلاغ؟ والقدر ديال حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا حتى المؤتمر الرابع راه خرجوا واحد مجموعة ديال البلاغات، مجموعة ديال البيانات، ومر المؤتمر في ظروف جيدة. المؤتمر الرابع دارت قيادة جديدة اللي قادت المرحلة واللي جات انتخابات وبينات القوى ديال الحزب، والآن كما قلت على أنه كانت تحمل مسؤولية في الحكومة مع حزب الأحرار اللي كتعمل الحكومة برئاسة سي عزيز أخنوش وحزب الاستقلال. هذه المرحلة طبيعي لأنه في انتخاب المؤتمرين كيكونوا بعض المؤتمرين تعرفون من هم وراء البلاغ مثلا؟ أنا البلاغ جدو توصلت به، ولكن ما بان لي فيه تتوقيع، ما فيه حتى شي اسم، وبالتالي لأنه يمكن هذا الشيء راه في المؤتمر الرابع خرج واحد مجموعة البلاغات. اللي بغى يدير شي بلاغ مرحبا به. اللي أساسي هو أنه اللي عنده الحزب فاتح للجميع، دارت مؤتمرات لقاءات جهوية من أجل انتخاب المؤتمرين، وبالتالي كان الحضور جميع المؤتمرين اللي كينتموا للجهة، وكاين بعض الجهات اللي تم فيها التداول واختيار توافق واختاروا المؤتمرين، كاين بعض الأقاليم اللي تم التصويت، وبالتالي عندنا المؤتمرين، عندنا العدد المناضلين كثير، ما يمكنش نجيبوهم كاملين، طبيعي غيتقلق شي واحد أنه ما جاش المؤتمر طبيعي، ولكن هذا البيان أنا ما لا غير موقع وما فيه حتى شي اسم الاسماء اللي كنعرفوا في المناضلين او المسؤولين السياسيين في الاجهزه الحزبيه، ما كاينه وراء هذا. طيب، انعقد في الايام الاخيره الاجتماع المكتب السياسي واصدر بلاغا مطولا، نبغي غير نعرف ما درجه بالاساس داخل الاجتماع المكتب السياسي من ملاحظات، من افكار، من تدخلات اعضاء وعضوات المكتب. المكتب السياسي كينعقد جوج المكتب السياسي الاخيره، عرفوا النقاش ديمقراطي وحاد بعض المرات بين اعضاء المكتب السياسي في عده محاور. المكتب السياسي السابق كان المحور ديالو اللي هو محور مدونه المراه، واللي كاين من بين المحاور اللي غنتكلموا عليهم. نعم. وكان النقاش كذلك هو الاخير كان حول المؤتمر، اعداد المؤتمر في الظروف اللي كيعيش الحزب الان، وفي السياق
اللي كاين دابا اللي كروج كيعلي الاعلام اللي كحنا غاديين بقوه داخل المؤتمر وغاديين باتحاد متحدين جميع المناضلين من القياده من الامين العام الى جميع اعضاء المكتب السياسي وجميع المناضلين واعضاء المجلس الوطني. داخل المكتب السياسي صحيح دارت نقاش هذا اللي كاين دابا. انا واحد من بين الحوايج اللي جمله قالتها رئيسة المجلس الوطني ونبغي نقولها عرفوا المغاربه السيده فاطمه الزهراء المنصوري. فاطمه الزهراء المنصوري احد الاخوان قال والتخوف اللي كاين دابا على واش حنا جميع المناضين. حنا كنقول لك انا قالت واحد المساله اللي اساسيه الا بان اي مناضل لا كان شي واحد كيعتقد على انه الحزب غيحمي شي واحد ولا غيضرك على شي واحد احنا ما كنضربوا على شي واحد وما كنحمو حتى شي واحد ولا عنده شي حاجه على شي واحد يعطيها لينا. قالت لكم انا نقدم شي كيبي. اذا بالنسبه يعني تقييم المرحله ديال الاستاذ عبد اللطيف وهبي كامين عام للحزب خلال السنوات الاربع او الخمس الاخيره كيف يعني ترون هذه المرحله التي جاءت وجاء فيها انضمام الحزب للحكومه لاول مره وتسير الشان العام؟ إلا كان من النقاط الحسنات ديال السي عبد اللطيف وهبي هو أنه في عهده أول أمين عام استطاع الحزب يدخل الحكومة وبالتالي ماشي خمس سنين. حنا الحزب كنحترموا الضوابط والقوانين الحزبية. مدة انتداب ديال السي وهبي كتنتهي في فبراير هو تاريخ المؤتمر اللي هي أربع سنوات. مدة انتداب الأمين العام أربع سنين غتسالي في فبراير هي تاريخ ديال المؤتمر. حقق السي وهبي مع المكتب السياسي جميع ولكن هو اللي كان كامين عام حقنا على انه استطعنا ننجو ثاني حزب كباقي حقنا رغم انه المؤتمر كيفاش داز والظروف اللي جا فيها الحزب والصراعات اللي كانت انذاك حقنا نتائج جد مهمه حترنا المرتبه الثانيه كنتحملوا المسؤوليه ديال اربعه الجهات كنتحملوا المسؤوليه كما قلت ديال سبعه ديال الوزارات كنتحملوا المسؤوليه ديال جوج العموديات ومجموعه من هناك عده انجازات اللي كيقوموا بها سواء رؤساء الجهات او الناس اللي في العموديه وسواء الوزراء اللي غنجوا الحصيله الحكومه لكن للوزراء ديالنا القطاعات اللي مشرفين عليها. طيب اتفقتوا على الورقه السياسيه اللي غتقدم في المؤتمر المقبل؟ نعم كاين جوج وثائق اللي غيتعرضوا للمؤتمر اللي هما واللي هما جوج الليجان الكبار الوثيقه السياسيه او المذهبيه اللي غادي تعرض للمؤتمر اللي غيكون فيها نقاش وفي الاسابيع المقبله غادي يرسلوها للجهات باش حتى الناس اللي غير مؤتمرين يناقشوها داخل الجهات ويجوا عندنا تصور واراء ديال باش ما نحرموش الناس اللي ما لانه كل اقليم يلاه كيجيو منه 10 20 مؤتمر وبالتالي باش ما نحرموش باقي المناضلين هاد الورقات هاد الاوراق غنزلوهم للجهات الاقاليم يتم النقاش والاغلاء ديالهم باش الناس اللي غيحضروا المؤتمر حاملين معاهم وجهه نظر ديال الجهه وديال الاقليم. كاين الوثيقه ديال القوانين الاساسيه اللي غيكون فيها تعديلات مهمه داخل المؤتمر ان شاء الله. نعم طيب هناك مساله دائما ملي كنتحدثوا على مؤتمر ديال اي حزب سياسي يعني كيكون ينصب الحديث حول قياده الحزب يعني منصب الامين العام يعني ترون على انه ممكن يعني اعطاء مهله ثانيه او ولايه ثانيه للاستاذ عبد اللطيف وهبي ام هناك ترشيحات قد تذهب ب الى فتح مجال الترشيح لاسماء اخرى قياديه داخل الحزب؟ حتى فتح باب الترشيح انا بصفتي رئيس اللجنه التحضيريه كنا عندنا وصدقنا لانه فتح باب الترشيح سيكون اسبوع قبل المؤتمر معنا اسبوع قبل المؤتمر يمكن نعرفوا شكون اللي غيترشح الامين العام يعني ما كترشحش كاين ترشيحات كاين اسماء تروج هذه الايام؟ لا ما كاين كنا كنظن غنمشيو بشكل كبير في التوافق نتوافقوا على اسم الاسماء كاين جميع كاين قياده جديده اللي ظهرت في الحزب يمكن تقود كاين السي وهبي مازال يمكن يقود جميع الاحتمالات وارده وحنا في القانون الاساسي ما عندناش على انه الامين العام عنده فتره واحده يمكن يستمر يمكن تجي قياده جديده ما عرفتش انا ممكن واش نطرح هذا السؤال واش تبين مثلا على انه الاستاذ عبد اللطيف وهبي عنده رغبه انه يقود لولايه ثانيه حزب الاصاله والمعاصره؟ ما عبرش عليها بشكل مباشر غير مباشر؟ لا ما عبرش عليها كيقول هو نظرا للضغط اللي عليه والخليق والمره كيقول لنا انا ما مستعدش نستمر ولكن هذا قرار ماشي ديالو المؤتمر سيد نفسي هو اللي غادي يقرر. كاين الاجماع على بعض الاسماء الى ترشحات باقي نقاش الى حتى بما فيهم السي وهبي قولك الى ترشحات رئيسة المجلس الوطني غير دعمها باقي ما عندناش ترشيح. عندكم رغبه للترشيح سي بودار؟ لا انا اترشح للامانه العامه. هذا يعني هذا قرار يعني هذا قراري دابا انا كنقول لك نترشح للامانه العامه حيت كنت طرحته انا عليكم في المؤتمر الماضي وعبرتوا عن عدم رغبتكم انتم الخير المؤتمر الماضي كنت لقيت معك نعم طيب استاذ سمير قدار
هناك نقاش حول يدور حول تمويل الحزب، وفي كثير من الأخبار والأرقام والمعطيات التي تروج بخصوص تمويل حزب الأصالة والمعاصرة. يعني هل هناك توضيح فيما يخص هذه المسألة؟ من طرف من؟ تمويل يعني هذا نقاش كنشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي عن مصادر تمويل الحزب مثلا. مصادر تمويل الحزب واضحة، مصادر تمويل الحزب هو الدعم ديال الدولة، نعم، والمساهمة ديال البرلمانيين وديال رؤساء الجهات اللي كيتحمل شي مسؤولية عنده مساهمة مالية اللي كتعطى، سواء البرلمانيين والمستشارين أو رؤساء الجهات أو العموديات كيديروا مساهمة مالية الحزب، نعم، بالإضافة إلى المساهمة ديال الدولة اللي كتعطي الأحزاب السياسية. ولم الأشخاص ما عاد مرة ما توصلنا بشي دعم من عند شي شخص نهائيا إلا إلا كان في إطار الأمانات الجهوية الكدام. ولكن بالعكس حنا جميع الناس اللي ترشحوا البرلمان كلهم اللي ترشحوا البرلمان خذوا الدعم، خذوا الدعم من الحزب اللي كتعطينا الدولة ساهمنا معه. معناه وضعية الحزب وضعية المالية واضحة وشفافة، واللي بغى يدير يمكن ننشروا التقرير المالي اللي كنبينوا ها المصادر المصادر التمويل ديال الحزب. طيب هناك مساله متعلقه فيما يخص هذه المساله ديال التمويل، كان شي كان تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات حول يعني تمويل الاحزاب وكيف تعمل عمليه صرف يعني الدعم التي تقدمه الدوله للاحزاب، كيف هي علاقتكم في هذا الجانب هذا مع كنظن على انه التقرير اللي كان جاء لما ذكرنا به الامين المال بأنه لم تكن هناك أي ملاحظة على حزب أصالة المعاصرة في الوضعية المالية ديالو. يمكن نأكد لك بأنه ما كاينش شي تمويل أو دعم للحزب بشي طريقة من الطرق من غير اللي قلت لك، اللي هو دعم مساهمات البرلمانيين والمستشارين بعدد كل شيء كيساهم نفس المبلغ. نعم. جميع البرلمانيين والمستشارين ورؤساء الجهات لأن المسؤولية عندهم نفس المبلغ اللي كيسابوا به الخزينات ديال الحزب. طيب غنمشيو للموضوع الآن اللي صادف نقاش الدائر حول 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 حزب الأصالة والمعاصرة، هو متابعة عضوين في الحزب، والحزب يعني في البلاغ المكتب السياسي ديالو أشار إلى نقطتين. النقطة الأولى متعلقة التذكير بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب مباشرة بعد يعني بداية البحث والتحقيق معهم، والتأكيد على ثقة الحزب في الاستقلالية السلطة القضائية وحرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية متابعة المعني بالأمر في مقدمتها قرينة البراءة. كيف عاش الحزب هذه التطورات؟ ربما اختصر هذاك الشيء بغيت نقول قلتيه، انه اولا هذا الملف هو بيد القضاء، نعم، ما يمكنش نتكلموا فيه، لكن اللي كان البلاغ وكان بلاغ واضح ولا قريتو ديال رئاسه المجلس الوطني وتعطات هذه القوه ديال رئاسه المجلس الوطني لانه هو الثاني سلطه بعد المؤتمر واللي خدا قرار التجميد، واللي خدا قرار التجميد خداوه في المراحل الاولى اللي نعم. يلا بدا الملف خدا قرار التجميد بان هاد الناس باش ما يكونش دخل وما يكونش عندنا شي تاثير، هاد الناس عندهم متابعات راه غادي يتحملوا يتبعوا يمشوا يحضروا كايوا الناس يجمدوا ما عندهم علاقه بالحزب، وبالتالي حنا كنثقوا في القضاء، ثقتنا كبيره في القضاء، وكتبقى قرينه البراءة حتى يثبت الحكم. ولكن كي قلنا انه كان واضح حنا ما كنحموا حتى شي واحد وما غنستروا على حتى شي واحد، ما نحموش وما نستروش نهائيا. طيب هناك النقطه الثانيه في البلاغ المكتب السياسي، وهو استغلال هذا الملف يعني للمس بصوره الحزب امام الراي العام المغربي، وقين هناك اشاره على انه هناك هجوم يعني مباشر بشكل مبالغ فيه لصوره حزب الاصاله والمعاصره. صحيح، الا شتي ملي بعض الصحفيين سمحهم الله ملي كيقولوا حزب المخدرات حزب هادي، هذا الشيء هاد الاحكام القذفيه بهذا الشكل الا كان وجود الاشخاص، اما دابا في امام القضاء، القضاء يقول الكلمه ديالو، عندنا الثقه كامل في القضاء وكيبقاو بارئين حتى تثبت الادانات ديالهم. حنا اللي كيتقال على انه الحزب كيبداو يتوصف الحزب بهذه الاوصاف ما نقبلهاش، راه جوج الناس راه ولدك في الدار ياكل ويشرب معك ويخرج ما كتعرفوش واش كيدير، فما بالك حنا كيفاش بغينا نعرفوهم؟ نعم راه وماشي غير كاين الناس في اجهزه اخرى اللي تمسوا لينوطير، تمسوا الناس ديال الدراك، تمسوا واحد مجموعه الناس راه 25 اللي ما كفهموش، هو تم متابعه 25 واحد، نعم، 23 في كنظن 22 حسب البلاغ الوكيل العام المفترض اللي معتقلين
ما كنسمعوا غير جوج الاسماء، وهاد الاسماء كنسمعوا غير البام البام البام. ولكن توا في البلاغ الله سبحانه وتعالى كيقول لك ولا تزير وازرة وزر أخرى. ولكن في البلاغ يعني اشرتوا الى متابعه الصحفيين. البلاغ باش ربما تفهم خطأ، احنا بالعكس مع حريه الصحافه، بالعكس مع حق الصحافه وحق في الخبر ويتعطى المعلومه، ولكن الناس اللي ما عندهم حتى حاجه في هذا الملف فاش كنجبدوهم الاسماء ديالهم؟ بعد واحد علاش تجبد؟ لان احد المناضلين كان مع ولاده فكيدا به كتصل ببنته كتقول له بابا راني قريت راه استمعوا لك الفرقه الوطنيه في الملف، ما عنده داخل ما عنده. وبالتالي قلنا اللي عنده شي حاجه والاسماء اللي متابعين راه معروفين والاسماء اللي راه معروفين، اما خارج هذا الشيء وبدا ما كاينش تشويه السمعه. وانا كنظن على انه هذا الشيء مقصود الحزب، مقصود المس بسمعه الحزب، مقصود لمس. عندنا مناضلين، عندنا قياده، ولكن راه ما غنسمحوش على انه الحزب يتمس بهكا. ولكن ما كان الصحافه ما كان كنقول اللي عنده شي معلومه واللي عنده شي معطيات ينشر، وحنا ما غنستروا على حتى واحد. طيب هناك المساله المتعلقه بالمساله ديال دخول مواقع التواصل الاجتماعي ان بايجابي او سلبي في النقاش حول يعني ما يرى يروج او يتحرك داخل الاحزاب السياسيه المغربيه، كيف تنظرون اليه انتم سي سمير كودر؟ انا اللي كنطلب واش عندكم انتباه لهذه المساله هذه او متابعه؟ بدا واحد الانزلاقات، واحد الخطوات اللي كنطلب هو انه تحترموا الاشخاص، اللي عنده شي حاجه وعنده الحجه ينشرها، اللي ما عندوش يبداو يقذفوا يمينا ويسارا في الاشخاص. من اللي كتقول بداو هناك فيديوهات ديال فلان، كيفاش هذا السيد اللي كتجبد الاسم ديالو وما كاينش، كيفاش تكون ولادو، كيفاش تكون الزوجه ديالو، كيفاش تكون العائله ديالو؟ ونحترم اسماء. كاين كندمروا اسر وكندمروا عائلات بخبر سمعته، اللي عنده الحجه وعنده الدليل ينشر. كما كيقولوا الان هذه المرحله هذه كنقول واحد المثل سياسي، واحد المثل المغربي كيقول اسيدي الله يفضح اللي غيسترنا، الله يفضح اللي غيسترنا، ما تستروناش. اللي عنده علاش غير الحجه، اللي عنده شي حاجه. والاعلام جميع الصحافيين، كاين مجموعه الصحفيين اللي خداو الملف بمهنيه وباحترافيه مشكورين. كاين بعض الناس سبحان الله جبدوا اسماء ما مذكوراش في الملف وجبدوا الاعراض ديال الناس، هذا كيسيء الاسر وكيسيء الاشخاص وصعيب تصلحوا من بعد. واخا دير بلاغ دير بيان تكذيبي كيصعب على انه مسيتي الناس في اعراض ديالهم. طيب هنا نمشيو للسؤال ديال المصداقيه ديال النخب السياسيه داخل الاحزاب السياسيه، لانها كتكون هي معرضه لاي يعني لاي نقاش لاي متابعه لاي ملاحظه، بمعنى انه هذه النخبه هذه خصها تحس وتبين على انها قد تحاسب في اي لحظه من اللحظات على ما قد يحدث لها. ماشي تحاسب، هي المفروض فيها محاسب. انت معرض، مجرد كتدخل المسؤوليه معرض اكثر من واحد. الناس انا نعطيك واحد مسؤول يمكن يدير شي خطا غيتابع عليك اكثر من واحد عادي دار خطا، شيء طبيعي. نعم. ما دام تقبلتي انك تحمل المسؤوليه والتدبير المحلي معرض انت، ولكن يكون معرض في اطار اللي دار خطا يتحاسب. نعم، علاش طرحت انا هذا السؤال؟ غير لانه الثقه بين الاحزاب وبين الراي العام بين المواطنين والمواطنات شيء ضروري في العمليه السياسيه ككل، لان ملي كتكون الثقه بين هاد الطرفين ربما كتكون العمليه السياسيه كتمشي بواحد السهوله وبواحد الليونه اكثر. المغاربه احنا شعب عظيم، والمغاربه الى تقوا فيك يعطوك الدم ديالهم، المغاربه كون معاهم صادق. حنا في حزب أصالة المحاضرة صادقين معهم وغنكون صادقين، ونهار تبان في شي واحد شي دار شي خطأ ما غاديش نتستروا ليه. أنا قلت لك سيدة رئيس المجلس الوطني كانت أكثر من قالت لنا اللي كيعرف شي واحد دير شي حاجة عطوني لا نطردو ندير الوكيل العام، وراه ما كاينش أكثر من هذا الشيء. نعم. طيب غير بالنسبة للحزب الأصالة والمعاصر بأنه يعقد الآن مقبل على عقد مؤتمره الوطني الخامس، ويعني وبقى أكثر من عقد من زمن في المعارضة الآن دخل الحكومة، واش أنتم عندكم هذاك الإحساس بأن الحزب استطاع أن يحدث نوعا من التغيير داخل التركيبة السياسية للأحزاب السياسية المغربية؟ عندنا باقي البرلمانيين كي قلنا كنا بقينا ولفنا المعارضه. البرلمانيين عندنا واحد مجموعه البرلمانيين باقي عندهم حنين للمعارضه، ماشي سهل ننتقل من المعارضه الاغلبيه، ولكن الحمد لله داخل الاغلبيه كاين انسجام مع السي عزيز رئيس مجلس الحكومه، هناك انسجام جيد، كيدبروا جميع الوزراء ديالنا، كيدبروا القطاعات ديالنا، باش ما نكذبوش ونكونوا صريح مع المغاربه.
ماشي جميع الوزراء عندنا كيدبروا بنفس الحماس بنفس القوه، شيء طبيعي. لا يمكن كاينه حصيله ديال الحكومه يندوا عليها. الحكومه قامت عده انجازات، الوزراء ديالنا قاموا عده الانجازات، على راسهم الامين العام اخت فاطمه زهراء منصوري وزير الثقافه، سكوري، جميع الاخوان، لان الحقائب حقائب استراتيجيه عند الحزب كنتكلفوا عليهم. ما قامت به وزاره الاسكان في البرنامج ديال السكن الحالي هو طور في تاريخ المغرب. كان قبل كتلقى الدعم مباشره كيمشي للناس ديال المعيشين العقاريين. طيب حنا غندخلوا المنتصف الولايه الحكوميه سي سمير قدر، ولكن ضروري نطرح هذا السؤال بخصوص المنتصف الولايه الحكوميه. يعني كنت تذكروا على انه العرض الذي قدمه السيد رئيس الحكومه كان تضمن 10 محاور كبرى، يعني هي اللي غتشتغل عليها الحكومه. نعلم على انه الحكومه جاءت وتداعيات كورونا لازالت قائمة، لأن حدثت الكثير من الأشياء، من بينها مثلا إضرابات التعليم، ندرة المياه، إشكالية السكن. يعني كيف تنظرون، واش تم فعلا الالتزام بتلك المحاور العشر الكبرى والاشتغال عليها؟ هل ظهرت ملامحها الآن في منتصف الولاية الحكومية؟ الان تقريبا حنا في تقريبا نصف الولايه، هذه عامين شهرين سبتمبر هي نصف الولايه. انا كنعتبر بان انجازات ديال الحكومه انجازات مشرفه ومهمه، رغم انه جات الحكومه ورتات واحد 10 سنوات دبرت شدات المسؤوليه، وكان 10 سنوات حزب اخر اللي يدير معنا ورتات بايجابيات الفتره السابقه والسلبيات ديالها، زياده لان جات مباشره بعد سنتين من الكوفيد. سنتين كوفيد عرفوا التاثير الاقتصادي اللي تم، كل شيء سد عليه، كل شيء منغلق، جميع النوافذ مسدوده، زياده مباشره كانت الحرب ديال اوكرانيا اللي رفعت الاثمنه ديال البنزين. الظروف اللي جات فيها الحكومه ماشي سهله. رغم ذلك يعني كانت حكومه غير محظوظه في في ذاك الفتره بالذات. والحكومه اللي كان محظوظه المحظوظه ما غنديروش هذا محظوظ، جات فيها الظروف. نعم، ماشي اللي جاوا القاعه مقاده وقالوا هذا بحدود المشروع، جات فيها الظروف اللي هي كانت ظروف صعبه، رغم ذلك استطعت انه تقوم بعده انجازات. الورش الاجتماعي اللي نادى به صاحب جلالي نزلته اللي في الاخير ديال شهر ديسمبر، اكثر من مليون اسره استفدت، ماشي بالسهل. نجحت الحكومه في تنفيذه بشكل كبير؟ بدات التنفيذ ديالو، بدات التنفيذ ديالو، غبدات التنزيل ديالو، غيكون اخطاء، هذا ما توصلش، هذا مسائل تقنيه عاديه. تدبير الزلزال الطريقه اللي هذا هو سؤالي اللي غنبغيت نبدا به. هذا المنتصف ديال الولايه الحكوميه، لانه زلزال الحوز الى حد ما قرر او اثر بشكل كبير على سير الاداء الحكومي والالتزام بالبرنامج الحكومي، ولكن تبين على انه في الفتره ديال الزلزال ديال الحوز كان هناك نوع من التضامن الوطني الذي برز بشكل كبير عند المغاربه، وكان هناك سرعه في التعامل مع هذا الحدث الطبيعي المؤلم. الزلزال ديال الحوز انا كنعتبره رئيس جهه مراكش، يعني عارف يعني عندك معطيات اكثر من زلزال الحوز. انا رئيس جهه مراكش تسفيل ديال الحوز، احد الاقاليم اللي كتنتمي لهم، احد الاقاليم الثمانيه اللي كيكونوا جهه مراكش تسفيل. زلزال ديال الحوز نعتبره كان ملحمه وطنيه، الطريقه باش عبروا المغاربه والاتحاد ديالهم على والتضامن بهذاك الزلزال، بين على حب المغاربه الوطن ديالهم، والطريقه باش صاحب الجلاله اللي نزل ودار بين على تضامن. انا كنقولها وكنعاود نقولها، لا خوف على المغرب اللي فيه ملك يحب شعبه والشعب كيحب ملكه. نعم. الزلزال ديال الحوز في الساعات الاولى اللي وقع في 11 ل 12، انا كنت كانت تصادف انه لانه كانت مباراه ديال المغرب غتكون الغد في اكادير، في اكادير سمعنا، انا ظنيت غير زلزال في اكادير، اتصلت مباشره بيا عمده ديال مراكش سيدي رئيس المجلس الوطني فاطمه زهراء، قالت لي واش في مراكش، قلت لها في اكادير، قالت لي في الرباط الزلزال راه مراكش اللي ضرب. اتصلنا بجوج بسيد وزير الداخليه، قال لك راه المنطقه اللي ضرت اكثر هو مراكش والحوز. قلت له واش نديروا اسيد الوزير؟ قال لي اللي بان لكم ديروه. تعرف ان الوضعيه اللحظات الاولى ديال الزلزال، اللحظات الاولى ديال الساعات الاولى، شدينا الطريق بجوج كل واحد من المنطقه، وصلنا لمراكش في 4 الصباح. في الطريق وقفت في شيشاوه، كنظن على انه زلزال عادي، فوقفت اقليم شيشاوه، مشيت لقيت الناس الحمد لله المغاربه واقفين رجال الدارك واقفين باش رئيس المجلس الاقليمي، بداوا العدد كينزل، راه هذه المنطقه مقطوع عليها الضوء، مقطوع عليها الهاتف، بداوا كينزل العدد ديال الوفيات. وصلت الاول في وحدات الليل
شي شوا كنوصلها شي عشرات الوفيات. كنتصدوا في مراكش الحوز، قال لك راه الحوز اللي العدد مرتفع، كنظنوا غير مراكش الحوز مرتفع. وصلنا في 4 الصباح لمراكش بجوج، وكان معنا احد الاخوان الناس ديال مراكش من الوفاء اخوان. درنا مشينا للاحياء في ذاك الوقت، فكان تخوف على انه يكون بقي مراكش ما كانش تاثير كبير الضرب الاحياء، حتى ذاك الصور اللي تم التداول ديالها التداول ديالهم عالميا خصوصا في فرنسا كان كذب. اللي تمسات هي الحوز، ما تمساتش مراكش. فكل واحد من الجانب ديالو قام اللي عليه. انا هذيك الساعه السيد رئيس فاطمه زهراء عمده مراكش، قلت لي انا غادي نبقى في مراكش. نبقى في مراكش، انا نبقى في مراكش. قلت لي انا غادي نمشي للحوز. مشيت في ديك الطريق الوقت في 6 الصباح شد الطريق للحوز، كان وصلنا كنلقى الناس الداخليه موجودين على بهذه المناسبه. كان اللي خص فوغونت خوماج الناس اللي كستالو، كان السيد الوالي السي خالد الزروالي من الناس الاولين واقفين في عين المكان. تبين ان حجم الزلزال كان اثره كبير، تبين الخطوره هو انه شنو غدير ديك الساعه. انا كنا في كروش بن خزين، فكان اول عمليه اللي ما شافوهاش الناس وما تبعوهاش الناس هو انه خصك الناس تدفنهم. ما يمكنش الناس يقدروا ما يبقاوش يدفنوا. المرحله الاولى ديال ما 8 الصباح حس احصاء الناس ويتعرفوا ويدفنوا. اللي فاش من بعد بدات كتبان وصل 11 نهار 12 نهار كيقول لك راه مخبزات سادين، الخبز ما كاينش. في الوقت اللي خصت 24 ساعه 48 ساعه حتى الامن الوطني مشكورا والدرك اللي جابوا المخبزات ديالهم اللي قابوا باعداد ديال الشيء. كان ملحمه انا كنقول لك موراها في 3 العشيه 4 العشيه ولا عندنا مشكل على انه جميع المواطنين ولاو طالعين كل شيء. وهذا بين حب المغاربه، اللي عنده صندوق جيبوه، اللي عنده قرعه المال، اللي عنده المهم. يعني علامات التضامن ظهرت بشكل كبير في بشكل كبير من اللي كنا كنتظروا. نعم، غير يعني الاشياء بما اننا كنتكلموا على منتصف الولايه الحكوميه، يعني التعامل ديال الحكومه مع انا ما خليتيش تبدا، لانه هنا كانت المباراه ديال صاحب الجلاله اللي جمع اللجنه الوطنيه واللي اجتمعت جوج المرات واللي انه فيها كانت فيها قرارات كبرى وعمليه وقرارات كبرى مهمة اللي فيها من بين فيها 2500 درهم لكل أسرة اللي تعطاتهم على أساس أنهم يخرجوا السكن ديالهم للكراء، على أساس أنه في ظرف سنة غادي يتم الإيواء. دابا العملية ديال إعادة الإعمار في هذا النهار، هذا في هذا اليوم ديال احنا في شهر دابا في 9 يناير، كيف كاين الوضعية الآن في الحوز على مستوى الإسكان على مستوى بدات عملية ديال البناء؟ ما نقولش لك راه الأمور غنكذب إلا قلت لك أنا أمور كلها مقادة. كاين بعض المناطق أنا تلبى أنا تقريبا كل سبت حد كنطلع للمنطقة الجبلية وكنشكروا الصوت المحايد بينهم العامل ديال الحوز اللي واقفين العامل شيشوا اللي الناس باتوا مع الناس اللي مضرين تما. كاين بعض المناطق الجبلية اللي مازال خصها باقي الناس في الخيم. فين بالاساس باقي الناس في الخيم مازال؟ باقي النواحي ديال امزبيز، باقي من النواحي ديال مولاي ابراهيم الضريح اللي كله باقي. هذوك المناطق باقي الناس في الخيم. طبيعي المده ما غيتبناش بسرعه، ولكن كنحاولوا نوفروا لهم امكان مع جميع المتدخلين السلطات المحليه الى اخره والمحسنين، انه نوفروا لهم الظروف اللي انتظار على انه يتبنى تعاود البناء المنازل ديالهم. واللي الدوله خذت على عاتقها، هناك مجموعه ديال المهندسين اللي قاموا بالتصاميم، اجراءات اللي دارت وزاره الاسكان والتامير على انه تبسط العمليه ديال الترخيص. هذا الزلزال قلت لك بين بانه اتحاد المغاربه كلهم، وبين التضامن ديالهم، وبين التجند ديالهم جميع القطاعات. المنطقه شحال خصها بالوقت باش تقدر ترجع لحياتها الطبيعيه؟ الحوز تقريبا 20,000 اسره اللي ضرات، كنظن شيشاوا العدد اقل هو 10,000. كنظن في ظرف التحدي هو انه السنه يتم الاسكان ديالهم، كنظن سنه ونصف يتم اعاده البناء هذوك المساكن، اعاده البناء المساكن والناس ترجع للحياه الطبيعيه ديالها. كاين اللي تضرر في المسائل المقيت العيش اليومي ديالو، خصنا نشوفوا جميع ونفكروا جميع، خصوصا انه الحمد لله بتوجيهات صاحب الجلاله الميزانيه اللي تخصصت تقليم الناس المضرين لحوز ديال 120 مليون مليار ديال الدرهم، غتعاود المنطقه ديالها كامله، تعاود البنيات التحتيه ديالها، تعاود ترجع كنتمنى ترجع احسن. نعم. من اللي كانت. طيب في متصف اللي عجيب. نعم. واللي بين التضامن ديال المغاربه، كاين بعض المناطق اللي في الجبل ما استطعناش يوصلوا لها حتى واحد، لا بالسيارات لا حتى بالمواشي، انقطعت، اضطرينا على انه نكريو هليكوبتر باش نمشيو. شوف التضامن ديال المغرب، وملي دينا لهم الماكله
عطيناهم العدد اللي جبنا معنا في الكوبتر، قال لك لا برك انا هذا الشيء راه المنطقه الاخرى ما شدوهاش راه ما واكلينش. يعني هذا كيبين لك حب المغرب وخدم المغرب، يمكن هما معزولين كان يمكن يشدوا داك الشيء ويخلوا عندهم، ولكن بينوا بانه كيفاش المغاربه تضامن وكيقول لك انا كفيني هذا الشيء دي الاخر راه صعيب عليه باش يوصل في نوع من الايثار. طيب السي سمير قدر ضروري في منتصف الولايه الحكوميه اننا نفتحوا النقاش حول تدبير ملف التعليم. كنعرفوا على ان الحكومه مع اتفاق مع النقابه الخمس مؤخرا 26 نوفمبر 2023 قامت بالتوقيع على اتفاق نهائي وجديد مع النقابة التعليمية. كيف ترون تدبير الحكومة لهذا الملف رغم أنه لازالت هناك بعض الصعوبات التي تعتري هذا الملف بوجود فئة أخرى من الأساتذة لازالت مضربة عن العمل؟ هذا الملف حقيقة ملي كتشوف شهرين التلاميذ ما قراوش، هذا انا كنظن لا الحكومه ولا رجال التعليم ما قابلينه حتى واحد. ما كنظنش ان رجال التعليم باغيين على انهم ما يمشيوش يقراو، وما كنظنش ان الحكومه لانهم بغاتش ولاد الشعب المغربي. كان في تدبير مرحله من المراحل فين كان الخلل، كان خطا، ما يمكنش نلوم واش الحكومه ولا رجال التعليم. كان ما كناش نهضروا هذا الزمن المدرسي كامل وهذا الشهرين صعيب، خصوصا الناس اللي مقبلين على امتحانات، لانه الناس الباك مش بكالوريا، امتحانات اللي غتكون على الصعيد المدارس الدوليه اللي كيشاركوا فيها ما غيتسناوش، ما غايقولوش راه المغرب كانوا دايرين اضراب. وبالتالي نتمنوا من الله لانه ترجع الدراسه في الحياه ديالها الطبيعيه ونداركوا هذا الوقت. اسبوع كافي لتدارك اكثر من شهرين ديال توقف الدراسه؟ جو سوي مال بلاصي، خاص الناس ذوي الاختصاص اللي يقولوا لنا واش هذا اسبوع كافي ولا ما كافيش، وشنو هي الوسائل. غير هما المغاربه قادين ياخذوا، انا شفت المغاربه كيفاش تحداو الزلزال وتحداو التضرع، قادين ياخذوا ويديروا يد في يد ويتجاوزوا هذه المرحله اللي اساسي هو خص اشراك رجل التعليم في جميع المراحل. ما يمكنش ندير قانون بلا ما نشركوش، وما يمكنش نشتغل بعيد عليه. انا كنظن انه تقى الحل وتم الاتفاق، وتمنوا من الله لانه رغم ان هذا عطل اولاد المغاربه في هذا الشهرين، نتمنى بالله لانه نداركوا هذا الزمان وتحدث. طيب السي سمير قدر الشرعه في صرف الدعم المباشر للاسر المستوفيه لشروط الاستفاده من هذا الدعم، وهي ضمن النقاش حول يعني منتصف الولايه الحكوميه طبعا وفقا للتوجيهات الملكيه. هذا هو الشيء المهم واللي كبير اللي انجزته الحكومة، اللي هو الورش الاجتماعي واللي تم في نهاية ديسمبر صرف اعتمادات الأسر اللي غتستفد من هذا المبلغ. وما كانش ورش بالسهل بالتوجيهات ديال صاحب الجلالة والمشروع الملكي. مشكل من بين الأخطاء اللي كاين، ماشي أخطاء، من بين العيوب ديال الحكومة هو ما كنسوقوش لهذا الشيء، نعترفوا الحكومة ما عندناش ذات انجازات التواصل السياسي ولا التطبيق. عندنا دازت الحكومه برئاسه السيد رئيس الحكومه، قامت بمشاريع اللي ما داش في سنوات دار في هذه السنتين، ولكن ما عندناش ما كاينش اليات التواصل الكويس. عندنا نقص، عندنا ضعف من بعض، خصو يتلقى لي حل. ولكن الانجازات اللي دارت ما دارش فيهم، ما داروش لمده في الحكومات السابقه لمده سنوات، ولكن كاين مشكل ديال التسويق ديالو. نعم غنمشيو للمساله. كاين دعم السكن اللي الان مشرف عليه وزاره الاسكان والتامير، وطلقات المنصه ديال قبل كان كيدعم مباشره للمعيش القرية. تعتقد على انه فقط المنصه ديال التواصل مثلا فقط فيديو ديال دقيقه او دقيقتين او اقل كافي لشرح المساله للجميع المغاربه او المعنيين بالاساس بهذا الدعم؟ المغاربه كي كنقولوا كيفهموا في رمشه دقيقه ولا جوج، ولكن كاين بعض كاين بعض الاشياء الان كاين بعض الاشياء اللي خصها السي سمير قدر خصها تفسير وخصها توضيح، كاين اسئله كثيره خص الاجابه. دابا لحد الساعه دابا انا كنهضروا على التواصل. ايه لحد الساعه كنقول لك هذاك الفيديو اللي دارت مختضب السيده الوزيره في الطوموبيل ديالها لقى تجاوب اكثر من اللي لقاوه في الندوات الصحفيه. لا لا خلاف على انه العدد دابا، ولكن كتبقى اسئله معلقه خاص الاجابه عليها. فين غنجاوبوا عليها؟ انا هذه المنصه غنجاوبوا عليها في اللقاءات والحوارات. هذه المنصه وصلت تقريبا 16000 اللي داروا اللي تسجلوا. شحال عندك من مستفيد؟
لا ما عنديش العدد نقول لك. لا لا غير كنقول لك شحال من مستفيد، ما غيكونش 16. انا غير انا نعطيك الجواب. 16000 واحد اللي تسجل فيها، فيها تقريبا 66 فيهم ديال الرجال و 33 ديال النساء. في هاد 16000 اللي تسجلوا 90% عندهم حق. مزيان ممتاز، ما كنختلفوش على طبيعه التواصل، لان التواصل الان فيه مراحل وفيه يعني افكار كثيره ووسائل كثيره، ولكن كتبقى هناك اشياء اسئله كثيره عندها علاقه بالموضوع تتطلب جواب. على اي غنمشي للموضوع المتعلق بندره المياه واللي كشف عليها الاستاذ نزار بركه على وصولنا الى مرحله الخطوره في يعني توفير مياه صالحه للشرب، طبعا ارتباطا ب الشح الأمطار وحالة الجفاف التي يعيشها المغرب في السنوات الأخيرة. ولكن لا يعني هذا على أن هناك كانت دراسات يعني قبلية يعني قبل عقد من الزمن، وهذه المسألة اللي كان أكدها الأستاذ هشام المهاجري هنا على أعطانا نموذج المدينة الدار البيضاء. كانت هناك دراسة في 2009 اللي قالت على أنه مدينة الدار البيضاء قد تكون من المدن اللي قد تعرف يعني إشكالية توفر المياه الصالحة للشرب. كيف ترى تعامل الحكومة مع هذا الملف الشائك؟ هذا الملف أنا كنقول لك وقع فيه تأخير كثير الحكومة السابقة، اللي كيعتقد على أنه غادي نتسناو الظروف المناخية والتطور والبحث الكبير بأنه جاي السنوات العجاف وجايين ندرة المياه غتزاد. الحمد لله بهذه المناسبة نترحموا على الحسن الثاني الله يرحمه، كانت الفكرة ديال بناء السدود لأن كانت الكمية المياه اللي كتنزل كثيرة صح. دابا هذه سياسات السدود ما بقاش أكثر من هذا، أن السدود الحالية حتى امتلأت بالأوحال ديالها، حتى القدرة الاستيعابية ديالها ما بقاتش كي كانت قبل. المياه ما بقاتش، خاص نلقاو بديل. البديل هو تحليل مراكش مي كتجيبوا الماء ديال الشرب مثلا، غير ناخذ نموذج مراكش. انا نكمل لك المياه ديال هربتي ديال الفيل. المياه ديال صالح الشرب قلت لك ندره المياه والطبيعي ما غتجي غير تقل، خاص نلقاو البديل. تعطلنا في هذه السنوات السابقه في المساله ديال تحليه المياه. قلتي الدار البيضاء في الجهه ديال مراكش من هنا لمرس، الا ما لقيناش الحل بسرعه مهدده القطع على الماء بن قرير، قلعه السراخنه، الشيشاوه والصويره. الشيشاوه اللي كنا قبل فتح كنقوموا حنا في جهه مراكش فتح في حار ابر، كنا كنلقاو الماء لا ناب على 60 80 متر، دابا كنهبطوا 160 وما كاينش نظرا لان طبيعه خصنا نفكروا في تاف المشروع الفلاحي المقبل. الفلاحه اللي كتستهلك المياه الكثيره خصها ما تبقاش. وكان طرح سؤال حول انا كاين بعض المرات في قلعه السراغنه نقول لك انواع الفلاحه اللي كتستهلك الماء بزاف. انا غنجي قلعه السراغنه كنوصلوا ل 400 متر في الزراد، وصلنا 400 متر دوزيام ناب باش وصلنا للماء. الحل هو انه بدات الحكومه مشكوره في سياسه اخرى هي تحليه المياه. تحليه المياه بداوا في المناطق اللي غتبدا ديال الدار البيضاء، بدات في الجرف وفي اسفي من النهايه. في الان وصلنا كيعطوا 70%، وهذا مشروع ديال لو سي بي كتب شريف الفوسفات كيعطي 70% من الاحتياجات ديال اسفي للمدينه. في 2024 غيعطي اليوسفيه وغيعطي بن قرير، فوق انه في 2026 يعطي مراكش. طيب زياده على المشروع المهم من اجهزه الحكومه هو لوتوروت اللي كان كلشي كيطالب بها، لوتوروت الضو اللي كتربط بين اللي كتعطي من سبو ابرقرا. كذلك كاين بعض اللي كيقول لك دابا مراكش فيها مشكله الجفاف في هذا الماء، ولكن كنشوفوا اللي قاسين ملي كان لي فيمي كاين الغازون ودار الاجرادي. واش العمده قامت بديرها هي انه لوزويزي كاين سقي بلوزويزي ونفس المشي اللي دار في الرباط في المدن الكبرى. لا في الرباط تقريبا عندهم اكتفاء الذاتي ديال. ولكن عندي سؤال يطرح على انه هناك زراعات يعني تستهلك الكثير من المياه، ولا هناك مصطلح ديال المغرب يصدر المياه الى صحيح. يعني ما جاش الوقت انه نغيروا نوع الزراعات ونديروا زراعات تتكيف مع الاوضاع المناخيه. تكون عندنا الجراه نقول اولا افادي الكوفيد بينات على انه ملي كتكون الازمه كل دوله كتنغلق على نفسها. ملي وقعت كوفيد كل واحد اللي كينتج الفاكسان وقال كون ندير الاكتفاء الذاتي ديال الدوله ديالي اللي باش نبدا نصدر لي ماسك. نفس الشيء حنا في المغرب بداو الانتاج ديال لي ماسك وبدينا كنديرو. نفس الشيء خصنا نبداو نفكروا في الانتاج الفلاحي الذاتي بعداك ماشي للتصدير. الفلاح الان كيفكروا واحد المجموعه الناس كيفكروا للتصدير قبل من
الاكتفاء الذاتي، خصنا نبداو المنتوج الفلاحي تعاود النظره. كاين دابا شفنا الاسواق المغربيه، كاين الخضر وكاين الفواكه موجوده بشكل كبير، ولكن الاثمنه ديالها غاليه. علاش؟ لان كيتم التصدير ديالها والسوق، يعني الاثمنه الان ديال الخضر راه الاثمنه يعني اولا خصنا مستويات قياسيه. اولا خصنا نعيدوا النظر في المشروع الفلاحي في الانتاج. مثلا علاش قلت لك شيشاوا؟ لان كنا كنحفروا ابر لاناب، كنا كنلقاو على 60 80، دابا 160، لان واحد المجموعه ديال الاراضي تما كيديروا التلاح والمنون. التلاح لا كونسوماسيون ديال الماء كتطلع، وبالتالي خاص بعض المنتوجات لافوكا المنتوجات اللي كتستهلك الماء ما خصهاش تبقى، ونديروا منتوجات اللي فيها الاكتفاء، نديروا حقوا الاكتفاء الذاتي ديال المغرب، اللي فاش يمكن نشوفوا رغم انه كتدخل العمله الصعبه وكتدخل ولكن في الظروف الحاليه نديروا الانتاج الداخلي اولا اللي نشوفوا. نعم. طيب غنمشي للتنسيق بين مكونات الاغلبيه، يعني ما بين التجمع الوطني للاحرار وحزب الاستقلال والاثار المعاصره، كاين هناك تنسيق يعني نقولوا يعني قوي، يعني ما كاينش اشكالات بين الاحزاب الثلاثه المشكله للحكومه؟ ما كاينش حتى اشكال، كاين تنسيق قوي وكاين علاقات جد طيبه، ورئيس الحكومه راجل كيتسنى، عندنا خلافات بعض المرات ولكن رئيس الحكومه رجل متزن ويخلق التوافق بين الاحزاب. كاين النقاط اللي فيها خلافات، ملي جينا الصندوق ديال مثلا جينا الصندوق ديال البرنامج تقليص الفوارق الاجتماعي الابدان، عندنا فيه حنا التصور كحزب اصاله ومعاصره لانه ما خصوش يبقى غير في الفلاحه، يمكن يدار يمكن جزء منه يتعطل وزاره الاسكان والتعمير. كان نقاش حاد ولكن بتدخل الحكمه ديال السيد رئيس الحكومه والتدخل ديالو قلنا انا قولي حل اخر. كاين توافق، كاين الجميع يحترم رئيس الحكومه في الجو اللي غادي فيه، ولكن ما هذا لا يفسد الود قضيه. ملي كتبقى عندنا شي نقطه مختلفين فيها كنقولوها وكنعبروا عليها. هذا التنسيق يعني يمكن نقول انه هو تنسيق يعني في اتجاه ايجابي بين الجهات ال 12، لان انتم الاغلبيه قاسمه بين ثلاث جهات، اربعه لكل جهه، يعني هذا التنسيق يعني على مستوى الجهات يعني ظهرت بوادر ايجابيه فيما يخص تسيير المدن المغربيه. هذا التحالف ديال ثلاثه انا كنعتبره ايجابي جدا، لان الوقت اللي كيكون التحالف بالاحزاب كثيره كيخلق هذا التحالف ثلاثه خلق واحد الانسجام، وخلق على انه خلق المجالس الحكومه كاين استقرار، داخل المجالس الجهات والمدن الكبرى كاين استقرار وكاين انضباط الاغلبيه. فكنشوفوا بانه جميع اللي شفنا دابا اغلبيه الجهات راه سالوا البي دي ار ديالهم، بلان ديفلوبمون ريجونال، برنامج التنميه الجهويه، سالوه واللي كاين اللي صادقوا عليه وبداوا في التنفيذ ديالو. هناك عده مشاريع مهمه اللي تم انجازها في الجهات، قلت لك خص التسويق ديالها والانتاج ديالها. استقرار والتحالف ديال ثلاثه الاحزاب خلى استقرار في المجالس المنتخبه خصوصا في الجهات وفي العموديات، العكس ديال الجماعات، لان القانون الانتخابي اللي يحيد العتبه كاين مجموعه ديال الاحزاب السياسيه كتلقى مجلس فيه 56 ولا 86، كتلقى جميع الاحزاب السياسيه كاين فيه. طيب نمشيو للمذكره ديال الحزب بخصوص الاصلاح مدونه الاسره، شنو بعض المضامين يعني التي قدمها حزب الاصاله والمعاصره للجنه؟ قلت لك كان جوج المكاتب السياسيه سخان بينهم، المكتب السياسي السابق اللي داولنا فيه المدونه، والمكتب السياسي ما ماشي كلشي على نفس التصور. كان نقاش حد حول كاين البعض اللي كان كيطالبوا تحيد التعدد داخل المكتب السياسي، كاين البعض اللي كانوا كيطالبوا بمساله ديال الارث يكون تساوي، ولكن وصلنا لبعض النقاش اللي كان سواء في القطاع النسائي سواء مع المفكرين ديال الحزب سواء داخل المكتب السياسي. من اهم المقترحات اللي جا بها الحزب هو فيما يخص التعصيب. ما يمكنش الراجل كيموت يخلي مراته وجوج بنات كيجي ولد عمو عمرو ما شافهم. صحيح. عمرو ما شافهم ولا كان عنده خلاف كاع مع باهم كيجي ولد معاهم. وكاين حالات اللي بأسات اللي وقعت في هذا الزمن. هذه مسألة التعصيب فيها ما فيهاش نص صريح. كاين مسألة ديال زواج القاصرات. ما يمكنش تزويج القاصرات البنت 15 عام 16 عام كتزوج، حتى نسبة ديال الطلاق كتلقاهم مرتفعين. هذه فيها عندنا تصور على انه خصهم. كاين مسألة ديال النفقة. كاينش الزوجة كتبني معاك العش كما كنقولوا ديال الزواج، حتى كدير ممكن في الطلاق تقول داكشي اللي كان عندك قبل ممكن تقبلوها، ولكن داكشي اللي كونتيه في الفترات ديالها انت وياها مجميع ما عندها علاش تحرمها وتعطيها. هذا الشيء خصو يعد فيه النظر. انا كنقول على انه احسن شيء هو
توجيهات ديال رساله صاحب الجلاله يجب محافظه على الاسره، وهذه مش مدونه ديال المراه ما اكثر ما هي مدونه ديال الاسره. نعم. اعطى المراه حق ديالها والطفل واللي دار لانه في هذه الفتره الحكم ديال جلاله الملك محمد السادس نصر الله ديال هذه الفتره، في هذه الفتره الحكم ديالو هذه دارت جوج المدونات، دارت في 2024 ودابا ديال في 2004 ودابا حنا في 2024 بعد 20، واللي قال في الرساله انه نشوفوا الاخطاء اللي داروا والممارسات اللي عطات ونحاولوا نخرجوا بمدونه اللي كتضم جميع الاراء. الان اللجنه اللي عين صاحب الجلاله راه تقريبا استمعت لاكثر من 1000 بين جمعيات واحزاب سياسيه الى اخره، لاكثر من هذا. علاش كنمشيو نقلبوا الى طلقات الى دار الاصل؟ هو ان الاسره متحده، اللي ندعو عليه هو حفاظ ديال الاسره، لان الزواج يبقى متحد ويبقى الاسره وتبقى الحل، وفي حاله وقع ما وقع خصنا نبقاو نصفوا. نعم. طيب غنمشيو للمساله المتعلقه يعني احزاب اخرى خارج دائره الاحزاب التي تشكل الاغلبيه، كيف تابعتم التنسيق السياسي بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبيه وحزب التقدم والاشتراكيه؟ ما يمكن تنسيق التحالف الاتحاد بين الاحزاب، يمكن اترحم به واعطوا اضافه وقوه للعمل الحزبي والعمل السياسي في المغرب. والوقت اللي كتكون معارضه قويه خاص غتكون الحكومه قويه، كل ما كانت المعارضه ناقصه كتكون الحكومه وما كاين اللي عارضني ما كاين اللي راقبني، كل ما كانت كتحس بان راه كاين مراقبه وكاين اللي كيحاسبك الا وكتكون اكثر اجتهاد واكثر حرص واكثر اجتهاد. طيب انتم رئيس الجهه سي سمير قدار، يعني كيف تنظر الى تفعيل الجهويه المتقدمه بشكل اسرع وعملي؟ مشكل الجهويه باقي خصها تقدمات، وعادي ماشي كريتيك وماشي نقد لاي شخص، راه حنا في مشروع الجهويه باقيين جداد، هذا مشروع جديد، والدول اللي سابقيننا مثلا في اسبانيا ولا فرنسا فقطعوا فيه مراحل ومازال في كل مرحله كيعدلوه، حنا في بدايه ديال الجهويه المتقدمه بديل فيها، ولكن هناك بعض النواقص بعض الخلالات اللي خصهم يطيروا. بحال اكثر من هذا الان كنقول لك ما يمكنش دير الجهويه المتقدمه بلا تمركز، بلا تمركز قليل الوزراء اللي باغيين يطلقوا. نقول لك انا في الحكومه في الجهه وفي الحكومه هي الحكومه فيها احزاب اللي كيسيروا الجهات، صعب هذا التصور الحكومه او وزراء الحكومه بهذا الاتجاه؟ انا كنقول لك صعيب، هذا تصور وهذا صعيب، على انه بعض الوزراء ما باقي ما تلقوش، باقي ماشي يطلقوا الا تمركز الجهات، هذا واش ماشي سهل، فيه اشتغال. كاين بعض الوزراء اللي بداوا كينزلوا الجهويه على ارض الواقع، مثلا وزاره الاسكان كنجبدها بزاف لان كنشتغل معها اكثر، الاسكان بدات كدير اتفاقيات جهويه كتنزلهم، مثلا وزاره الصحه مجموعه المشاريع، وهذا غيخفف الى حد ما من ثقل المسؤوليه داخل الحكومه. كاين احد الوزراء اللي كيشتغل في الصمت ما كنشوفوش خدام الوزاره ديالو، هي وزاره ديال الجازولي ديال استثمار إرش. خدام، ولكن كاين مشكل ديال التسويق، يقوم بمجهود رائع في انت في الاستثمار وفي اعاده الهج خلق الاستثمار واستقطاب استثمارات الخارجيه، هذا تو من الاوراش اللي خصها تبان، وكنتمنى السي الجازولي يجي شي نهار. مرحبا، كيف يصير واش الجهوي الان في هذه المساله هذه ديال الاستثمارات بالنسبه للجهات؟ كاين عروض، كاين اتصالات، كاين شراكات؟ الجهات اللي قلت لك كاين بزاف، كاين الجهه عندها اختصاصات ذاتيه اللي خصها دير الجهه، وعندها اختصاصات منقوله اللي خاصها تنقل بالوزاره، واختصاصات مشتركه. في اختصاصات ذاتيه انا كنقول لك جميع رؤساء الجهات كيقوموا بجهود وكينفذوا الاختصاصات الذاتيه ديالهم اللي هي خلق فرص الشغل وخلق مناطق صناعيه، مثلا بجهه مراكش السفيد تقريبا خلقنا جميع المناطق الصناعيه في جميع الاقاليم بينهم طمنصورت الى اخره. كاين الورش ديال الاختصاصات المشتركه مع الوزارات اللي هي التعليم باقي ما دار فيها والو، والصحه مازال. كاين اختصاصات المنقوله قلت لك باقي ما تنقلش، اختصاصات المشتركه تي باقي فيها تعطر. زياده على انه لا تمركز مفروض كذلك، وهذا مطلب اللي كنقولوا دائما للسيد وزير الداخليه ومتفهم كيقول لك انا معكم في الجهويه، هو مثلا هذوك عفوا الاتفاقيات الى اخره ما كاين لاش يبقاو في المركز يهبطوا عند الولايات يوقعوهم الى اخره، هذه مسائل تقنيه
نقدروا نحنا فيها في النقاش اللي كان طيب غير كنعرفوا على انه المغرب الان مقبل والجهويه السيد وزير الداخليه راه كيستقبل تقريبا كل جهه باش كيدير معاهم برنامج كيصدق معاهم البدائل. تقريبا دازوا لجهه طنجه اخر اللي تم التوقيع ديالها هي ديال مراكش كنظن ديال الرباط راه وقعوا عليه هو وديال بني ملال. طيب غنمشيو الان المغرب يعني يتهيأ لاستضاف حدث رياضي كبير عالمي هو كأس العالم وكنعرفوا على ان مراكش ومدن مغربيه اخرى الدار البيضاء طنجه الرباط وفاس يعني مدن عالميه غادي تصبح يعني كيف يمكن ان تتهيأ مدينه من حجم مراكش لهذا الحدث العالمي وحنا نعرف على ان مدينه مراكش هي من المدن العالميه التي تستقطب السوح لكن لا زالت تحتاج الى بنيه تحتيه كبيره جدا. لا مراكش انا كنقول من المدن اللي احتضنت تظاهرات عالميه واللي بشهادات الجميع ونجحت في ذلك اللي حضروا لها سواء اللي في مي ولا كوب 28 ولا تظاهرات عالميه كلهم كيشهدوا بالقدره ديال التنظيمه في مراكش. انا كنرغب نهنئ صاحب الجلاله على المجهود اللي تبذل من اجل المغرب يحتضن كاس العالم اللي كان حلم مده سنين اخيرا سيتم تنفيذه ان شاء الله 2030. هذا غيغير البنيه التحتيه ديال المغرب. ملي غتولي تقول من مراكش الرباط انا درت ساعه 3 سوايع باش جيت السياره غنولي نركب في التي جي في ان شاء الله ونجي. الا كاين شي برنامج في 2030 الا كاين شي برنامج في 2030 ما خصناش نبقاو نهضروا على ندره المياه. المياه غتولي تحليه صالحه للشرب. لا لا غيولي قلنا غيولي مشروع ديال تحليه المياه قلنا في 2026 سيتم تحليه المياه ديال اسفي اللي غتوصل لمراكش. بالنسبه للدار البيضاء راه كاين مشروع ديال تحليه المياه كاين ديال لو سي بي الجرف اللي كيعطي دابا المولي عبد الله جديده ويعطي الخريبكه الى هاد زياده لانه ما يستهلك مكتب شارف الفوسفات يولي عنده الاكتفاء الذاتي. نعم. تقريبا غير في الجرف بين الجرف اسفي راه كيستهلك تقريبا واحد 150 مليون متر مكعب في السنه. اذا هاد المشروع كنقول لك هو تعطلنا في مشروع تحليه المياه تاخرنا لسنوات. المهم الان غنمشيو نلقاو في الرياضه وفي الكره الفريق الوطني المغربي سيدخل غمار كاس افريقيا للامم وكاس افريقيا تعتبر يعني محج كل الرياضيين الافارقه العالميين المغرب بعد يعني الحضور البهي في كاس العالم قطر 2022 واصبح من الاربعه الكبار. يعني كيف تتوقعون ظهور الفريق الوطني في الكوت ديفوار؟ انا قلت بانه كان شرف المغرب قبل ما كاس العالم يكون عندنا كاس افريقيا 2025. بهذه المناسبه كنشكر رئيس الجامعه الملكيه المغربيه على المجهود اللي بذل توصلت الكره المغربيه لهذا المستوى. كنتمنى غير الحظ السعيد للمنتخب المغربي بالصدف الى تاهلنا لنهايه كاس العالم غيصادف يوم انتخاب الامين العام الجديد لحزب عصام 2030 لا كاس افريقيا لا هذه ديال فبراير لا المقبل كوت ديفوار الفينال غادي يكون 11 فبراير حنا عندنا المؤتمر 9/10/11 انا باقا مرتبطه بكاس العالم. لا كاس العالم بدل فيه المغرب شرف المغاربه ولات فيها حتى انه لي كاسكات ديال اللي فيهم الشعار المغربي ما بقيتش كتلقاهم. انا حسيت الشرف مشيت حضرت مع ديال الكاس العالم اللي يدير شي شال مغربي كيطلبوه منك الناس ديال القطار. يعني هذه الصوره اللي عطى المغرب الان بعد كاس العالم لانه اصبح حديث العالم كيف يمكن استثمارها على المستوى الاقتصادي بالاساس؟ يعني واش كاين هناك شي سيتم استثمار شي خطوه في هذا الاتجاه على مستوى الجهات على مستوى المدن على المستوى السياحي على كل المستويات على المغرب. كتعرف بان كره القدم عندها الجماهير في العالم كله. المغرب ولا مطلوب حتى اللي ما كانش كيعرفوا كل شيء بغى يجي لمراكش ولا دابا ملي حتى السياح مدينه مراكش من اكبر المدن ولا اول المدن المغربيه اللي فيها السياحه. اي سياح جا كتلقاه كيمشي للجامع فلا كيقلب يشري التوني ديال المغرب. حتى الناس اللي كيبيعوا اللي ولا واحد الرواج اقتصادي جد مهم. ما تم الترويج ديالو نقول اللي تم الترويج ديالو الا روج للمنتخب المغربي في كاس العالم المغرب اكثر ما روج له قطاعات اللي المفروض تروج الوجهه ديال المغرب. نعم. وهذا خلق واحد الرواج اقتصادي وغي هي خلق لانه المغرب غيولي واجهه سياحيه بامتياز. خصنا نواكبوها في البنيه التحتيه في وسائل النقل. ما نقولوش راه باغفي كاين بعض الاختلالات كاين خلق خصنا نتجاوزوهم والمغرب والمغاربه قادرين
يتجاوزوا هذا الشيء وتليك لا خوف على المغرب، فيه ملك يحب شعبه والشعب يحب الملك ديالو. ونحن نشكرك بدورنا أستاذ سمير قدار نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المؤتمر الوطني الخامس لهذا الحزب ورئيس جهة مراكش أسفي على مروركم في برنامج نقطة إلى السطر. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، كان هذا برنامج نقطة إلى السطر على القناة الأولى، إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.